أيضا ظهرت في أيام ماضية. نبدأ بضيوف هذه التغطية مع المحامي سميح الأطرش، وحدثنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي، وضيوف آخرين سوف أقدمهم تباعا في سياق هذه التغطية. سيد الأطرش، أرحب بك أولا في قناة ليبيا لكل الأحرار. اهلا وسهلا بك، مرحبا كيف بك استاذ نبيل، تتابع مرحبتين بالساده المشاهدين. هذا الحراك الذي بدأ يخرج في درنا؟ نعم، الحراك في مدينه درنا هو حراك ديمقراطي شعبي، خروج اهالي مدينه درنا للمطالبه ببناء شعارات بناء الدوله المتمثله في الجيش والشرطه والقضاء العادل النزيه. أهداف ثورة 17 فبراير العدالة، المساواة، الديمقراطية، الدستور، المبادئ السامية الكبيرة، احترام حقوق الإنسان، احترام الرأي والرأي الآخر. وبالتالي نعتقد أن سكان مدينة درنا الأبطال الشجعان وثوارها الأبطال الشجعان قد خرجوا الآن للمناداة بالانتقال من المواجهة العسكرية والصراع العسكري إلى منطق آخر يتمثل في بناء الدولة بمؤسسات الدولة اللي ذكرناها. لماذا تأخر برأيك هذا الحراك؟ وهل تراه ونعلم جميعا تأخر أن حقا؟ الشعب لما خرج في درنا، سيد نبيل لما طلعوا، تفضل أكمل. فلما طلعوا الناس هذول في مدينة درنا، هذا الشعب أو سكان مدينة درنا اللي هم من؟ هذا اللي الشقيق اللي فقد شقيقه، والأب الذي فقد ابنه، والأم التي فقدت فلذت كبدها ابنها، فبالتالي هذا كلهم ناس بيمارسوا في حقوقهم الطبيعية جدا والمشروعة، والتي ننادي بها جميعا. ثورة 17 فبراير لم يأتي أحد كمسؤول في هذه الثورة ليقودنا ونحن إماعات وراه، فكنا كل الليبيين، جميع الليبيين رجالا ونساء، شيخا وشبابا، جميعا شاركوا في هذه الثورة، حتى الأطفال الرضع شاركوا في هذه الثورة من غير شك، وعانوا الأمرين، وعانوا المر إلى أن تحررنا والحمد لله تعالى. فنحن أمام مرحلة حقيقة، هو رجال مدينة درنا الأبطال الشجعان الأشاوس، ثوارها الأبطال كذلك، رفقة أبناء المدينة، يطالبون ببناء الدولة اللي هي تتمثل في جيش وشرطة وقضاء ومؤسسات مدنية. رغم كل الاختراقات الأمنية وعمليات الاغتيالات والتصفيات التي كانت تحصل في درنا ونتابعها، إلا أن مظاهرة واحدة لم تخرج في السابق. برأيك لماذا تأخر هذا التظاهر إلى اليوم؟ نعم، نعتقد كما تأخر في بنغازي خروج الجيش الليبي في مدينة بنغازي، وكذلك رجال الأمن الوطني أو الشرطة أي مسمى، رجال الأمن بصفة عامة. فنعتقد أنه هو التأخير والعجز كان من قبل مؤتمر وطني، أنه لا يستطيع أو لا يرغب أو لا رغبة لديه في المواجهة، أن هم لا يواجهوا المشاكل بوضع إصبعهم على مكان الألم أو على مكان المشكلة لوجود حلول لها، ولكن لما يقعوا في الأمر الواقع أو يقعوا في المحض في 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 الأزمة، نعتقد أن بيجدوا حلولها سريعة، فما كانش عندهم خيار إلا صدور قرارات. فنعتقد حتى مدينة درنا تتمسك بهذه القرارات اللي هو 53 و27 وغيرها من القرارات اللي بدأت تصدر من قبل المؤتمر الوطني العام، وقامت رئاسة الوزارة بتنفيذها، وهي مواجهة الأزمة، لأن نحن كنا بنأجله في هذه الصدمات وهذه الأزمات إلى ما بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة، وبعد بكرة أتى، فهو اليوم قاعد ونحن كنا بالأمس، وهناك أثمان تدفع، ولكن نعتقد أن جميعهم أخوة، ودخول المشايخ والحكماء والشخصيات الوطنية في كل مدينة من هذه المدن، نعتقد أنهم يستطيعوا أن يعالجوا الأزمات. فلتوصف لي سيد الأطرش معي أستاذ نبيل. نعم، فلتوصف لي نعم. بالضبط ذاك الذي خرجت هذه الجموع في درنا ورأت أنه لابد أن تواجه أخيرا. نعم، كان الخوف اللي هو معقود أن القاضي يقتل ووكيل النيابة يقتل والضابط يقتل والعسكري يقتل، فما دام نحن ميتين ميتين فلنخرج ولنواجه. حقيقة نواجه من؟ أستاذ نبيل وأنت نواجه من؟ حقيقي بمعاناتك يواجهون من؟ ومشاهدتك الكريمة ونضالك كذلك، نبي نقول لك أن في لحظة بتأتي للمواطن لا خيار لديه عدا المواجهة،
فإذا كان هي موت موت فليكن الموت الآن، وإذا كان سعادة لتكن السعادة الآن. فاختار سكان مدينة درنة هذه اللحظة للخروج بدعم من مناضلين وأبطالها في مدينة درنة المناضلة، المدينة الخالدة، المدينة المباركة، المدينة الرائعة الجميلة. فنعتقد أن رجال مدينة درنة كانوا أبطال في ثورة 17 فبراير، وهم قادوا عدة معارك في بنغازي وفي جهات القتالية حتى منطقة الغرب في مصراتة وفي الجبل، فكانوا أشاوس حقيقة. فنعتقد أن الشجاع والمقدام نعتقد حيكون متواجد في كل المدن، فمن باب أولى حيكون موجود في مدينته. فبالتالي نعتقد أن كلهم يد واحدة من أجل قيام دولة مدنية، دولة مؤسساتها كلها مؤسسات مدنية، الأجهزة الأمنية فيها هي تتمثل في الجهة اللي هي متعارف عليها عالميا وموجودة وهي الجيش، بالإضافة لذلك إلى الأمن داخل المدينة متمثل في الشرطة، بالإضافة إلى قضاء عادل نزيه يخشى وجه الله بالدرجة الأولى، إلى أن يعد الدستور اللي نراجعه في لجنة 60 ونشوفه ماذا ستقدم برغبة الشعب الليبي جميعا ويتوافق عليه الجميع بإذن الله تعالى. تتحدث عن المواجهة، لكن هؤلاء المتظاهرون يواجهون من؟ يخرجون على من؟ حقيقة نحن أستاذ نبيل بعد 42 عام بنواجه في أنفسنا، لازلنا حقيقة نحمل الفكر الأول المتمثل في الخوف والرعب. ما نقول لك إن بعد 17 يرفع صبعه ويقول لك ليبيا حرة، لا، أنت تقول فيها لأنك حقيقة ما نكش حاس أنت بيها، أنت مش حاس بيها، أنت حاس بخوف، حاس بقلق. فنعتقد أن الخروج هذا هو الخروج عن الصمت، بمعنى الخروج إلى الواقع لمواجهة المشكلة. لا تستطيع أن تهرب من المشكلة، فيقولوا أن مدينة درنة مدينة ما فيهاش وما فيهاش ما فيهاش، لا فيها قضاء، لا فيها جيش، لا فيها شرطة، لا فيها مؤسسات مدنية، خاصة بعد الكارثة اللي حدثت في مدينة درنة بتفجير تجمع أو المؤسسات المجتمع المدني في مدينة درنة، واللي يحمل أرشيف حقيقة تاريخي لانتفاضة أو ثورة 17 فبراير. فنعتقد أن سكان مدينة درنة ليسوا من البشر العاديين، نعتقد أن الناس يتمتعوا بالغيرة وبالحب لوطنهم ولثورة 17 فبراير، وكان لهم دور فاعل في ربوع ليبيا كلها بالكامل. فبالتالي يمارسوا حاليا في حقهم بكسر هذا الحاجز الحقيقي. فما تشاهده هي الحقيقة للمواطن الليبي، وهو ما نقوله نحن الشعب، هو فعلا هو السلطة الشرعية في هذه الدولة هو الشعب. فلما يتحرك الشعب لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. يا سيد نبيل، سيد الأطرش تقول بأن أهل درنة كسروا حاجز الصمت، لكن يترى لي بأنك أنت لم تكسر حاجز صمتك، لأن يسألك من أولئك الذين خرجوا عليهم أهل درنة اليوم يتظاهرون ضدهم، ولكن تقول بأنهم خرجوا على مشكلة لا تريد أن تسمي، فلنسمي تلك الأطراف التي هي موجودة في درنة وخرجت تلك الجموع تهتف ضدها، حتى نعرف أنتم كنخبة في المجتمع الليبي كيف تنظرون لها، كيف تقيمونها؟ نحن ننظر أن درنة موجودة فيها تجمعات جماعات إسلامية متعددة الأطياف والأديولوجيات، وبالتالي يرغب في قيام دولة أو إمارة إسلامية ويقول أن درنة إمارة إسلامية. هذا الحديث اللي موجود على الفيس وموجود على النت وعلى المحطات وعلى الإذاعات عامة، كلهم يتحدثوا بهذه الطريقة. فبالتالي نعتقد أن مدينة درنة إذا كانت تبي إمارة وسكان المدينة يبوا إمارة لتكون إمارة، إذا كان هم يرغبوا، ولكن لا يفرض علينا من قبل مجموعة أن لازم ما نقبلوا هذا الأمر الواقع. فنعتقد أن سكان مدينة درنة إذا كان قبلوا فهو أمر لا يحتاج لخروج في مظاهرة، ولكن نعتقد أن سكان مدينة درنة خارجين لبناء دولة ديمقراطية، يعني الشريعة الإسلامية الغراء والسنة النبوية الكريمة نعتقد هي الشعار بتاعنا ومبدأنا في صياغة القوانين عامة وتطبيقها على أرض الواقع حقيقة وفعلا وليست عبارة عن كتابات. الناحية الثانية هو توفير جيش يكون طاهر نزيه شعاره أو, 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 أو العنوان الذي يشتغل تحت منه هو الولاء لله وللوطن ومن والشعب، وبالتالي شرطة تكون كذلك تحمل ذات الفكر المتمثل في خوف الله عز وجل وحماية الأمن للمدينة وحماية السكان سواء في أموالهم أو في أعراضهم أو غيرها وفق الآليات القانونية اللي يعملوا بها الأجهزة الأمنية. فآن الأوان نعتقد لنواجه الحقائق سيد نبيل، وانت مشكور جدا أستاذ نبيل في وصولك للي فعلا يرغب المواطن الليبي أن يسمعه.
فأنا معاك راني مواطن ليبي صادق وعاطينا كل ما عندنا بإذن الله تعالى، ولازلنا قادرين بإذن الله أن نعطوا أكثر وأكثر إلى أن تحين الساعة اللي حددها الله عز وجل. ولكن بنقول لك أنا أن هذا الواقع بتاعها أن مدينة درنة خرجت عن صمتها، وهم حاليا في مدينة درنة يتجولون ولديهم من الكفاءات ومن الخبرات ومن الزعامات ومن المتمكنين من الجانب الإداري، فإنهم يلملموا جراحهم ويقفوا على رجليهم مرة أخرى. ولدينا حاليا مبادئ عامة تم طرحها في المجتمع الليبي في دولة ليبيا الجديدة المتمثلة في لغة الحوار والتصالح والتوافق، وبالتالي نجلس ولنتحاور جميعنا ونقعد على طاولة مستديرة لنحترم بعضنا بعض، لنثق في في فيما نحن نقوم به، ولنثق بأن نحن فعلا قمنا بثولة ثورة طيب. من أجل مبادئ سامية خالدة. نتمنى أن يكون يعني حرصنا على مراعاتها واحتراما لدماء شهدائنا اللي هم طلعوا في درنا هذول. نعم. نعتقد سيد نبيل زي ما قلت أشرت في السابق أن كلهم اللي عنده أخ شهيد واللي عنده ابن شهيد والأم اللي عندها ابن شهيد والأخت اللي عندها شقيق شهيد، فبالتالي يعني نعتقد أن آن الأوان أن نحن نكون واضحين مع بعضنا ونعرف أن الثورة هذه قام بها سكان ليبيا بالكامل، الشعب الليبي بالكامل قام بها، لم تقوم بها شريحة دون شريحة، ولا طيب. نستطيع أن نفرض عليك أنا فكري دون قبول الطرف الآخر لهذا طيب. الفكر من خلال الشعب الليبي بالكامل. نحن لازلنا دولة واحدة هي دولة ليبيا متكاملة، وربي يحفظها إن شاء الله ويخليها دائما متماسكة مرتبطة وآمنة بإذن الله تعالى. طيب سيد الأطرش، فلنناقش في الفكر قليلا هنا. يعني هذه الجماعات الإسلامية المسلحة في درنة وحتى في مدن أخرى، يعني نسمع بأنها تريد الإمارة الإسلامية، يعني هناك الكثير من الناس يعني يرددون هذه العبارة ويتخوفون منها ويخوفون الآخرين منها. يعني حتى نريد أن نفهم من حضرتك ما الذي نعنيه بالإمارة الإسلامية، كيف يمكن أن تتجسد في مدينة مثل درنة؟ قد تكون يا أخي هذا نظام يعني جيد وفيه صالحنا، وين المشكلة يعني مثلا؟ يعني نريد أن نفهم ما الذي نعنيه بالإمارة الإسلامية، كيف تتجسد، ما مظهرها، ما فوائدها، حتى نصدر الأحكام بشأنها. نعم أستاذ نبيل، حقيقة السؤال يجب يعني حقيقة توجيهه للأيديولوجية أو الفكر اللي هو بيقولنا نبي إمارة إسلامية، أنت شن تبي وليش تبي؟ لكننا نؤمن بأن الشعب حقيقة هو صاحب القرار في مكانه وفي مدينته وفي دولته، وبالتالي أنا 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 يعني محتاج إلى سماحة من قبل أصحاب هذه الأفكار إن هم يوصلوها للشعب. إذا كان الشعب الليبي قال ليبيا كلها نبوها إمارة لتكن ليبيا كلها إمارة، ولا يستطيع أحد إن هم يقول له لا مش من حقك أن تكون إمارة إذا الشعب وافق كله، ولكن لا يفرض الرأي الواحد على الأغلبية من الشعب، وإلا ما كناش نحن درنا حاجة، يبقى نظام الحزب الواحد ونظام الفرد الواحد والحاكم الواحد والدكتاتور الواحد. ولكن أعتقد أن سكان مدينة درنا كلهم أقارب وكلهم على صلة رحم في بين بعضهم البعض، وبالتالي نعتقد حيتوصلوا إلى حلول فعلا هادئة بإذن الله تعالى. ثقتنا كبيرة فيهم، نتمنى لهم كل توفيق. فأما بالنسبة للمبدأ العام المتمثل في أن الشرع هو الذي الشريعة الإسلامية الغراء المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية هي المبدأ الأساسي في صياغة كافة القوانين التي سيتم تطبيقها في دولة ليبيا، هذا شيء مفرغ منه. ولكن نأكد على شيء أكبر سيد نبيل، وهو أن لا نستطيع أن نقول نكتب لك في الدستور فقط، أنا أناشد حقيقة هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع في قضائنا بالكامل، وخاصة الشرعي منا المتمثل في النزاعات الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء، وبالتالي لا غبار عليه، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ذلك، وإلا حيقع في محظورات كبيرة لا نقبلها جميعا. يعني نفهم من حضرتك سيد الأطرش أن المشكلة مع هذه الجماعات والتشكيلات الإسلامية المسلحة ليس في الفكر الذي تدعو إليه، وإنما في آلية تطبيقه أو العمل على تطبيقه، يعني الفرض على الليبيين، يعني هذا ما نفهمه من حضرتك. لا، أنا نقول إن هم بيحاولوا يوصلوا الأفكار بتاعهم إلى الشعب الليبي.
هم بيقولوا نحن رؤينا كيف التحالف لما يطلع ويقول لك أنا أهدافي في حزبي 1 2 3 4، يطلع العدالة والبناء يقول أهدافنا في حزبي 1 2 3 4 اللي هو النظام الأساسي بتاعه. فإذا الشعب الليبي قبل في انتخاباتهم فليكن ذلك ويرحب بالتحالف أو يرحب بالعدالة والبناء أو غير القمة أو من حقهم. هذه الديمقراطية، هي التنوع، هي التشكيلة بالكامل، وليس حكم الفرد، ليس حكم الحزب الواحد، ليس حزب التجمع الواحد، هو الجميع. يجب أن نتعود على ذلك مع أن كنا محرومين منه سنوات طوال، ولكن آن الأوان توا أن نفهم نحن نحترم بعضنا، نحترم الرأي والرأي الآخر، بنحترم رأيك وتحترم رأيي، نحترم حزبك وتحترم حزبي، ولا نعتدي عليك بالإهانة أو المساس لقناعات خاصة بك. والفيصل بيننا في القرارات وفي الأمور الحساسة التي تتعلق بالدولة بالكامل هو صناديق الاختراع من غير شك. يعني كما حدث العدالة والبناء نصيبها 50 لاخر نصيبها 20، في التحالف كان عنده 60 لاخر عنده 40، لأن الناس رحبوا بأفكار وبتوجهات هذا الحزب اللي هو التحالف. المعنى يعني أن صناديق الاختراع هي الحاسمة في هذه الأمور كلها، وهو ما يعبر عليه في الشكل الديمقراطي هنا صناديق الاختراع. أستاذ نبيل، أنصار الشريعة في درنا سيد الأطرش وحتى في بنغازي حيث تحدثنا أنت الآن تقول بأنها ما تريد إلا تطبيق شرع الله، هل لدى أحد مشكلة في ذلك؟ نعم أستاذ نبيل، بالمناسبة يعني نحن كمؤسسات مجتمع مدني في مدينة بنغازي، وتجمعنا شخصيات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وبعض الحكماء وبعض الجهات الأخرى في مدينة بنغازي لمحاولة الوصول إلى علاج لهذه الأزمة، ونعتقد أننا توصلنا لحل لها اليوم بحمد الله تعالى بجلوسنا مع امبارح واول امبارح واولتين امبارح، يعني على 3 أيام او 4 أيام متصلة، وهو ان نحن وصلنا الى ان انصار الشريعة بيخرجوا من مدينة بنغازي بالكامل، وفعلا تم ذلك، وحاليا مدينة بنغازي خالية من انصار الشريعة، وكان النقاش مع الناس المسؤولين بها. بالإضافة لذلك إلى موضوع آخر متمثل في البوابة الغربية وهي منطقة القوارشة والنجيلة، فنعتقد أن فيه حديث ونقاش، ولكن تولوه بعض الشخصيات الفاضلة اللي هي عملها لوجه الله تعالى. وكذلك كان فيه تفاهم كامل أستاذ نبيل وانطمنك بذلك، وأنا كنت على علم به وعمل مباشر فيه بجلوسنا مع شخصيات أنا ما كانش عندي علاقة بهم ولا معرفة بهم سابقة، ولكن كان حديثا موضوعيا. ويحتاج هذه الشخصيات الى ناس فوق يعني متمكنين من الشرع، بمعنى دكاتره وفقهاء وعلماء في الدين، ليجلسوا مع بعضهم ويتحاوروا لمصلحه ليبيا بالكامل. يعني هل تقول بان انصار الشريعه خرجت من بنغازي نهائيا الان؟ نعم، هل تقول بان تنظيم انصار الشريعه في بنغازي خرج من المدينه الان؟ نعم سيدي، نعم سيدي، نعم استاذ نبيل، يعني أطلعنا أكثر على مزيد من التفاصيل. أنصار الشريعة بالكامل خرجت من مدينة بنغازي إلى خارج مدينة بنغازي تطبيقا للقرار 53 لسنة 2013 الصادرة عن المؤتمر الوطني العام. كيف حصل ذلك؟ يعني بعد 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 تحديدا اللي نرجو منهم في هذه اللحظة أن يتعاونوا مع هذه الشريحة اللي تقدم في عمل خير قاعدة للحفاظ على أمن مدينة بنغازي، أن يرفعوا سماعاتهم ويتصلوا بينهم ويتكونوا على تواصل معهم، لأن يحتاجوا للخروج على الإعلام لإطمئنان لتطمين الشعب الليبي وسكان مدينة بنغازي بالأحداث اللي قاعدة تجري. يعني يا سيد الأطرش، لو ما سألتك بشكل عابر يعني عن أنصار الشريعة في بنغازي لما قلت هذه المعلومة، فقط أريد أن تفصلها لي، يعني كيف حصل ذلك؟ يعني لأنه من خلال الاشتباكات التي كانت تحصل بين أنصار الشريعة وقوات الصاعقة في الأيام الماضية ببنغازي، كنا نظن أن هذا التنظيم لن يخرج بسهولة من المدينة، فتقول الآن أنت أنه خرج، كيف حصل ذلك؟ بأي شروط؟ تحت أي ظروف؟ كيف تم الاتفاق على ذلك؟ هم خرجوا من حوالي 4 أيام من واقعة يوم الاثنين اللي حدثت المشكلة، خرجوا من مدينة بنغازي. سكان مدينة بنغازي في المظاهرات اللي قام بها مؤسسات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسيين والقانونيين في مدينة بنغازي تلبية لهذه المطالب جميعا، أكدوا أنصار الشريعة على خروجهم من مدينة بنغازي وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر ومعرفة خلو المدينة من كافة
الأسام اللي هي العسكرية أو كتيبة شهداء كتيبة أنصار الشريعة من مدينة بنغازي إلى خارج مدينة بنغازي وفقا للقرار رقم 53. فما دام جاء وتفاوض معك وقبل معك الجلوس على 4 أيام متتالية وقبل منك ذلك، فنعتقد أستاذ نبيل يجب الترحيب بذلك، ونحن على حوار مع 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 عدة جهات حاليا في حوار وطني صادق نزيه عادل منصف للأطراف كلها. نعتقد أن من باب أولى هذه الشرائح الموجودة بجانبنا وداخل نطاقنا. أخذ معنا الآن عبر الهاتف من طرابلس منصور الحصادي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنا. سيد الحصادي أرحب بك في ليبيا لكل الأحرار. مرحبتين بكم أستاذ المشاهدين. في مدينتك اليوم سيد الحصادي يبدو أن هناك طرفين، هناك تنظيم أنصار الشريعة له الكلمة العليا طوال الفترة الماضية كما نتابع، وهناك مدنيون يتظاهروا اليوم ضد هذا التنظيم. أنت كممثل لهذه المدينة عن جزء لا بأس به من أهلها، تقف مع أي طرف أم تقف في المنتصف؟ ألو. نعم سيد الحصادي. لو سمحت تعيد السؤال. معه قلت لك بأن بخروج المظاهرات اليوم في درنا بات هناك يعني طرفان، هناك متظاهرون يخرجون ضد تشكيل مسلح كانت له الكلمة العليا طوال الفترة الماضية وهو الطرف الثاني، أنت كعضو عن هذه المدينة تقف أين بين هذين الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نقف على ما نراه حقا، ولكن حقيقة أقف مع الأهداف التي من أجلها خرجنا في ثورة 17 فبراير. نحن في ثورة 17 فبراير خرجنا لنقيم دولة العدل ودولة القانون، هذا هو الهدف الذي من أجله خرجنا في ثورة 17 فبراير. فيجب علينا جميعا أن نذهب بهذا الاتجاه إلى تأسيس دولة القانون، دولة حقوق الإنسان، دولة المواطنة، دولة الحوار بين السلطات، دولة الاستماع إلى بعضنا وإلى الحوار، ودولة عدم التبترس خلف السلاح لفرض أي وجهة نظر كانت. بين الطرفين يعني اليوم في درنا، من الذي مع العدل والقانون أهداف فبراير ومن الذي يمانع؟ حقيقة لا يستطيع أحد أن يقف في وجه الشارع، ولم يستطع القذافي أن يقف في وجه الشارع عندما تحرك الشارع الليبي وطالب بإسقاط النظام وطالب بإقامة دولة العدل ودولة القانون. المتظاهرون يطالبون بمؤسسات الدولة وبدولة القانون، وهذا مطلب شرعي ومطلب قانوني، ولا أعتقد أحد يرفض أو لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يدخل ليبيا في فوضى وفي تنازع وفي حرب أهلية أو ضرب السلم الاجتماعي الذي تميز ليبيا. تنظيم أنصار الشريعة في درنا مدينتك سيد الحصادي، ما الذي يعنيه بالنسبة لك؟ حقيقة الأصل وهذا ما أقتنع به أن نستمع إلى الجميع، وأنا دائما أقول لكل التيارات سواء كانت تيارات إسلامية أو تيارات غير إسلامية، علينا أن نجلس على طاولة الحوار، ومن لديه رأي أو فكرة لا يفرضه على بقوة السلاح. طيب. هذا هو الأصل، من لديه حجة أو لديه رأي فليقنع الناس بهذا الرأي، وخاصة ونحن نعيش في دولة مسلمة والشعب فيها مسلم، وهذه ميزة تتميز بها هذه البلد الحبيبة. ما دامك تدعو إلى الجلوس على طاولة واحدة والحوار سيد الحصادي، هل جلست يوما مع تنظيم أنصار الشريعة مع هذه التشكيلات التي في المدينة استمعت إليها؟ نحن ليس لدينا مانع مع الجلوس مع أحد، نحن نجلس مع أي مواطن، وجلسنا مرارا وتكرارا حقيقة، وليست لدينا مشكلة في الجلوس طالما الآخر يقتنع بفلسفة وبفكرة الجلوس والحوار. لكنك هل فعلت سابقا؟ هل جلست مع أنصار الشريعة درنا سابقا؟ نحن من بداية الثورة نجلس مع العديد من الشباب ومن التيارات ونتناقش ونتجاذب أطراف الحديث من أجل هموم ليبيا. أيضا المطلب الذي قد يخاف منه بعض من الشعب الليبي أو يريد أن يخيفنا به طرف آخر هو المطلب الشريعة. لا أعتقد أحد في ليبيا يرفض الشريعة الإسلامية ويرفض تطبيق الشريعة الإسلامية ويقف ضد كل ما يخالف الشريعة الإسلامية. هذا مطلب أسمعه في الشارع، أسمعه تحت قبة البرلمان، الكل مسلم والكل مع الشريعة الإسلامية، ولا أحد يرفض الشريعة الإسلامية.
لابد أن نتخلص من هذه الهواجس وهذه المخاوف، لابد أن نبددها. لكن حقيقة المقلق هو استخدام السلاح أو القتل أو الاغتيالات. حقيقة هذا شيء مدان بعد فوضى 17 فبراير، وهذا يدخل البلاد في فوضى ويضرب السلم الاجتماعي في ليبيا. اليوم سيد الحصادي، فعلا نريد أن نفهم هذه التشكيلات التي تتحدث باسم الشريعة والدين، نريد أن نقترب منها، نريد أن نفهم هذا الفكر الذي تدعو إليه، يعني لا أن يتم التضييق عليها وبالتالي تلجأ إلى الجبال ويتكرر السيناريو الذي حصل في سنوات ماضية في ليبيا. وهنا كنت أسألك، يعني هل بما أنك رجل تحمل هذا الفكر، فكر الجلوس على طاولة واحدة والاستماع إلى الرأي الآخر والحوار معه، يعني كنت أسألك وأراك لا تجيب بشكل مباشر، يعني يا سيد الحصادي، حضرتك عضو عن هذه المدينة تنوب عن الكثير من الذين وثقوا فيك وصوتوا لأجلك، وضعوا اسمك في صناديق اقتراع حتى تضع حلولا لمشاكل قد تطرأ على المدينة لاحقا، وهذه واحدة من المشاكل، ألم تفكر يوما أن تطرق باب تنظيم أنصار الشريعة؟ أعتقد بأنه له مقر معروف في درنة ولا يطرد احد على ما اعتقد. هل جلست، هل طرقت بابهم، هل جلست معهم، هل فهمت منهم حتى لا يكون يعني اصدار الاحكام متسرعا في وسائل الاعلام ولا يكون موجودون للرد؟ سيدي العزيز، نحن لا نصدر احكام، نحن نتحدث عن قيم وعلى خط عريضه، نحن لا نصدر احكام، وهذا ليس من اختصاصنا ان نصدر احكام على احد. حقيقه نحن نتكلم على خط عريض، نتكلم على توجه لدولتنا الجديدة. نحن نقر مبدأ الحوار ونقر مبدأ التواصل، وهذا شيء لابد أن نحافظ عليه جميعا. حقيقة من يقر ويحترف مبدأ الحوار نحن نحاوره، وليس لدينا أي مشكلة، ولا يمكن أن نضع الناس في سلة واحدة، ولكن الحوار ولا شيء غير الحوار، ولا يمكن التنطرس خلف الأسلحة أو خلف البندقية لفرض رأي معين على الشعب الليبي. إن لم تبادروا بدعوة تلك الجماعات والتحاور معها وأن يرى الليبيون هذا الحوار وما الذي يتمخض عنه، كيف يمكن أن يحصل هذا الحوار يا سيد الحصاري؟ هناك حوارات حدثت عديدة، سواء في بني غازي، سواء في درنة، أو في العديد من المدن الليبية، وسبق وأن زار سماحة المفتي مدينة درنة ونائبه زار مدينة درنة، والبعض المشايخ والعلماء زاروا مدينة درنة. يعني هناك تواصل وهناك حوار، علينا أن نحافظ على الحوار وأن نجلس على مائدة الحوار وأن نبتعد عن استخدام القتل أو الاغتيالات خارج القانون، لأن هذا لا ينفع البلاد ولا ينفع العباد. طيب، خلال كل الفترة الماضية سيد الحصادي، يعني حدثني عن سلوك تنظيم أنصار الشريعة هذا في المدينة، كيف يتعامل فيها؟ هل يتحرك بشكل واضح؟ هل يفرضون أفكارهم على الناس؟ نحن نتحدث على قاعدة عامة، نتحدث على شخص بعينه سين أو صاد، يعني نحن نتحدث على سلوك عام، يعني نحن ضد التطرف من أي جهة كانت، سواء كان تطرف إسلامي، كان تطرف جهوي، كان تطرف علماني، كان تطرف قبلي، التطرف لا يخدم البلاد في أي حال من الأحوال. هل أنصار الشريعة في دارنا متطرفون؟ نحن نقول كل من يسلك مسلك تطرفي نحن سنقف في وجهه ولا نقول معه في أي حال من الأحوال. يعني من يتطرف دينيا أو إسلاميا سنقول في وجهه، ومن يتطرف ويقول نريد دستور يجيز جواز المثلي سنقف في وجهه هو أيضا. طيب، نحن نريد الاعتدال نعم والتوسط في كل الأمور، ونبتعد فرض الآراء بالقوة. سمي لي التطرف يا سيد الحصادي، سمي لي هذا التطرف الذي رأيته على تنظيم أنصار الشريعة في درنة. سيد الحصادي، سيد منصور الحصادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال، أرجو أن يكون يعني عرضا انقطاع الاتصال، يعني كنت أريد أن أفهم حقا من سيد منصور الحصادي ووجهة نظره حول تنظيم أنصار الشريعة في مدينة درنة. عموما نعاود الاتصال به الآن. أعود للسيد سميح الأطرش المحامي من بنغازي، ما رأيك فيما قاله
عضو المؤتمر عن درنة الاحصادي سيد الأطرش، هل هناك شيء استوقفك في كلامه؟ سنبيد، نعتقد أن حديث الأستاذ منصور كان موضوعيا وكان حديثا عقلانيا وكانت ردوده جيدة جدا، وأنا حقيقة أتضامن معه في رؤياه المتمثلة في أن يجب أن نجلس. أستاذ نبيل، آن الأوان، أستاذ نبيل آن الأوان للجلوس والتفاوض والتصالح والعلاج بكل موضوعية، بكل جدية، بكل غيرية، بكل حب للوطن، من أجل الوصول إلى حلول لتهدية هذه الأمور. اثنين، أن ليس كل شخص مخول فإنه هو يفاوض. رجل القانون لا يقبل من الشخص العادي أنه هو يفاوضه، يبي يفاوضه رجل قانون مثله. المهندس كذلك لما تتحدث معه أو تتفاوض معه يبي يكون عندك المعلومة والفكر في الجانب الهندسي. كذلك الديني يحتاج إلى علماء ديني. يا سيد نبيل، طيب بما أنك محامي يا سيد الأطرش، دعني أسألك هنا في القوانين معين. حقيقة يعلم مهمة جيدة ويعلم سيد كذلك المحاور اللي حيأتي للحوار والنقاش، وليبيا غنية بهالرجال. طيب دعني أستغل مهنتك هنا أكثر سيد الأطرش وأسألك كمحامي. تنظيم أنصار الشريعة يرفض القوانين التي كان يعمل بها القضاء الليبي في السابق ويعمل بها الآن، يصفها بالقوانين الوضعية ويرى بأنها تخالف الشريعة الإسلامية. من واقع عملك ودراستك سيد الأطرش، هل هناك من قوانين في القضاء الليبي يتم العمل بها في المحاكم تخالف بشكل واضح وصريح الشريعة الإسلامية، حتى نعرف إن كانوا هؤلاء صادقين في دعواهم أم أن ما لدينا من قوانين لا ينافي شريعتنا الإسلامية؟ أستاذ نبيل، نعتقد الأستاذ صلاح المرغني وزير العدل في دولة ليبيا قد قام بتشكيل لجنة لدراسة بعض القوانين برئاسة مستشار في المحكمة العليا وأعضاء من القانونيين والخبرات القانونية، ومراجعتها بما تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وإيقاف كافة التشريعات المناقضة أو المخالفة أو المعارضة أو التي فيها مساس بالدين الإسلامي، باستبعادها وتقديمها للمؤتمر الوطني لصياغتها في شكل قانون. الناحية المهمة أن القانون السابق كان فيه قوانين اشتراكية، يجي البيت لساكنه والأرض ليست ملكا لأحد والسيارة لمن يقودها، هذه سرقة. فمفهوم أنصار الشريعة أن هذه القوانين مخالفة للشريعة. ماذا لا ترد يا سيد نبيل انت؟ هل تقبل سيد ان نصر سيارتك سيد ناخذها ونتملكها انا باسمي، او ناخذ بيتك اللي انت بانيه سيد اطرش ويقول لي انا وانا عاد ندير فيه المقوله الخالده بتاعه البيت اللي ساكنه؟ يا سيد اطرش، الردود بتاعها انهم هم لا يرغبوا في القوانين اللي هي مخالفه للشريعه الاسلاميه. شنو القانون الاخر اللي نخشوه نحن؟ اللي نخشوه نحن القانون اللي هو موجود نخشوه نحن حيتناقض مع الشريعه الاسلاميه او يتناقض مع فكر او توجهات انصار الشريعه. ما هو اي القانون؟ الربا مرفوض من الليبيين جميعا، بل العالم برا بده تو يغيروا فيه، والمؤتمر الوطني نعتقد اصدر قانون بالغاء الربا. ولكن نعتقد انه يحتاج الى متابعه هذا القانون بتطبيق الفعلي والحقيقي. يا سيد الأطرش، يا سيد الأطرش عذرا فقط اسمعني لو سمحت. يا سيد الأطرش، يكون موضوعي ليقبل من الجميع لما يكون موضوعي وفي محله. يا سيد الأطرش، فما في بس فيه، فانا كرجل قانون بنقول لك ان قانون الاحوال الشخصيه مستمد من الشريعه الاسلاميه، ولكن ولكن كان النظام السابق يا استاذ نبيل، باش نكون شفاف وصادق مع سيادتك بحديثك اللي نحترمك جدا ونقدروك، هو ان معمر القذافي لما كان بيسيق قانون كان بيلم مجموعه من المستشارين في المحاكم وبعض المتخصصين ويقوموا بي 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 ويقوم بي بفرض عليهم توجه معين او راي معين، خاصه في قانون الاحوال الشخصيه. فبالتالي القانون بتاع الاحوال الشخصيه ليس كله مساند للمراه وليس مساند للرجل حقيقه. هو قانون وضع باليه ليحمي بها زمره من الحرس والغيره والكذا المحيط به، محتاج الى ان يوضح رؤيه وعد بها شخصيات او طيب سيدات يا سيد الأطرش مشكل معين لديه. نعم.
فكان يصير في قانون بالشكل اللي يرغبه هو من خلال الادوات اللي يستعملها. لا اريد ان اقاطعك حتى لا يكون صوتنا نشاز مع بعض يا سيد الأطرش، اسمعني يا سيد الأطرش عذرا، 60 قبيله في عماره واحده يا سيد الأطرش وانت المالك لها يا سيد الأطرش، هذا تضارب حتى مع الشريعه الاسلاميه. طيب اسمعني لو سمحت يا سيد الأطرش، ولا ضرار ولا تاخذ اموالي ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل، هذا اكل الاموال ما بين الباطل. يا سيد الأطرش اقول لك انا بروحي مالك، فقط لانه عندي ضيوف اخرين لا اريد ان اطيل عليهم يا سيد الأطرش، اسمعني لو سمحت. سيصدر التشريعات او مجلس النواب المستقبل حيصدر تشريعات باعاده هذه الاملاك لاصحابها او تعويضهم حسب ما يروه وفقا لقانون واليه قانونيه. هذه ما تجيش تقول انت يعني الشريعة الإسلامية هي الشريعة الإسلامية شنية؟ ما اللي قلنا منش يعني راغب في الشريعة الإسلامية السمحاء الهادئة الطبيعية طيب. العادية، لكن أي مغالاة فيها وأي غلو فيها نعتقد أنها لا يوافق عليه الشعب الليبي بالكامل، كما أشار السيد الفاضل منصور في حديثه في الفقرة اللي هي معنا في البرنامج. أريد أن يعني كنت أريد أن أجادلك في كل ما قلته فيما يتعلق بالقوانين يعني، لكن سوف أذهب لضيوف آخرين لأني يعني أطلت الانتظار عليهم. أبدأ بسيد سالم دربي، آمر كتيبة شهداء بوسليم سابقا، يحدثنا من درنا. سيد دربي أرحب بك في ليبيا لكل الأحرار. مرحبتين بك ومرحب بضيوفك الكرام. سيد دربي هل أنت متطرف؟ سؤال صريح. أنا التطرف عارف تطلق على من يعني مش عارف يعني المتطرف كان تقصد ان اللي قاوم بالثوره فانا متطرف، اما تقصد المتطرف الذي يستبيح دماء المسلمين فانا لست منهم. هل هناك من يستبيح دماء المسلمين في درنا؟ والله استباحه دماء المسلمين في ليبيا كلها مش في درنا، في ليبيا كلها يوجد قتل وسفك دماء، وانا ارى في الشعب الليبي جله وعامه ان شعب مسلم يعني، لذلك القتل فيه غير جائز. حدثني عن درناك، حدثني عن مدينتك يا سيد دربي. والله درنا تعاني وتشتكي من قلة الإعلام والهجمة الشرسة على درنا. درنا تشتكي لأننا ما فيش أحد مهتم بها من سواء من حكومة أو من مؤتمر أو من أو من أو من 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 دار إفتاء أو من مفتي. درنا لا ينظر لها أحد إلا الأشباح. سيد دربي طلبت منك أن تحدثني عن درنا في مسألة استباحة الدماء، لأنه كنا نرى عمليات اغتيال تحصل في درنا بشكل متكرر واختراقات أمنية. هذا الذي يقوم بعمليات الاغتيال ألا يستبيح دماء المسلمين؟ نعم، هي درنا نحن نعاني من مشكلة قديمة أصبحت تتالى في سنوات قادمة وبعدها. نحن درنا بدأت في نضالها منذ سنوات قديمة. درنا لما بدأت النضال أصبح يوجد ضحايا من الناس التي لهم دم وأولياء دم. درنا أصبحت إلى الآن تعاني في قضايا قتل وقضايا اغتيالات وقضايا خطف وقضايا التفجيرات من أين القصص هذا كلهن؟ فقط القصص كلهن يعلم سكان درنا من وراء من يختال، وتعلم الدولة وراء الذين يختالوا، ولا أحد يريد أن يتحرك أو يفعل شيء لهذه الدماء التي تفسك يعني. سيد دربي هل أنت جريء كفاية وصادق كفاية أمام الله والليبيين حتى تحدثنا بأكثر شفافية عن مدينتك؟ لأنه ما يجري في درنا وما يجري في بنغازي وإن شاء الله يجريش في أماكن أخرى يعني أعتقد خلاص يعني يتم لوم الإعلام على أنه لا يشوه أو لا يقول الحقيقة. أرجوكم يعني أطلب منكم أمام الله أن تخبرونا بالحقيقة، أن تكشفوا كل شيء، لا نريد أن لا نواري ولا نستر. احكينا على تنظيم أنصار الشريعة في مدينة درنا، هل يستبيح دماء المسلمين؟ هل هو متطرف؟ هل يجب الخروج عليه والتظاهر ضده؟ أم أن ما يدعو إليه فيه شيء من الصواب؟ عندما تتهم مجموعة معينة بالاغتيالات والقطف معناها حليت مشكلة ليبيا، ونقدر نتوجه شور الجماعة ونطلع عليها كليبيين. قلت له كان عندك دليل أن أنصار الشريعة هي الذي تقتل وتقتال فمعناها مشكلتنا انحلت ونقدر نهجم عليها. أنا لم أقل بأنهم فعلوا، وإنما أقول لك هل هم يعني أسأل. نعم أنا أسألك ولا أؤكد ما أقوله، يعني أسأل أستعلم، وهذا هو دوري كمحاور أن أسأل أهل المكان عن ما يجري في مكانهم.
نعم أنا تقول بأنه لولا عندي دليل فلأخبره، يعني أنا لم أطلق حكما يا سيد دربي، وإنما أسأل أستفسر من حضرتك. أسألك عن تنظيم أنصار الشريعة في درنة، حدثنا عن هذا التنظيم وما يدعو إليه، فكره، هل تشجع له تنظيم أم تمانعه؟ تقصد تنظيم التنظيم اسمه انصار الشريعه، هي انصار الشريعه مش تنظيم عهدي بها، انصار الشريعه كثيره اسمها انصار الشريعه، شكلت في بنغازي اولا، ثم شكلت في سرت، بعدين تو الان اخيرا شكلت في درنا، لان يوجد فراغ كبير في درنا ويوجد فراغ كبير في جميع المدن. درنا سبب التشكيلات اللي شكلت لان الدوله بعيده كل البعد على ما يحدث في درنا. درنا يوجد فيها مشاكل قديمه من ايام الملك ادريس، ثم ايام معمر، وتو الان ايام زيدان. درنا يوجد فيها مشاكل في درنا، يوجد يومي قتل، سبب القتل لان نحن في درنا عندما حربنا حربنا بالكامل، حربنا من اجل منهج، حربنا لان عتقنا لحيه، حربنا لان رفعنا ازار، حربنا لان نحب الله ورسوله، حربنا لان طلعنا ضد ظالم كان يقوم الناس بالحديث. عندما ساعة حرب جمعت الحرب في قالب واحد، عندما تنعي الناس انهم يقتلوا، ان الجماعات الاسلاميه ليست راعي فكر واحد وليست تنظيم واحد، الجماعات الاسلاميه 100 فكر و100 عقليه، كانت تحكي عن الجماعات الاسلاميه التي قتلت في بوسطيم، هم ناس شرفاء وناس اقوياء وليس لديهم فكر تطرف الذي تقصد عنه، وإن تقصد عن الجماعات اتبعت في 96 في الشيبان، ناس كانت تحب الوطن وتحب الله، وكانت لم تقتل ولم تفجر اي بيت ولم تقتل اي شرطي في خلاء، انما كان القتل واضح في الجبهه. نحن عندما قتلنا في الجبهه قتلنا معنا ابناء الصاعقه، وقتلنا معنا ابناء الجيش، وقتلنا ابناء الشرطه، ولم نقتل احد في الجبهات. عندما رجعنا الدوله بتعقيد كما زعمت سيدنا كل واحد بيتي، اصبح الحرب العشواء على الثوار بجميع اصناف، سواء كانوا اسلاميين ام نعم. كانوا لا ينتمون للاسلاميين شيء، لكن تمت الحرب ممنهجه. عندما قامت الهجمه الشرسه على كتائب من بنغازي ثم انتقلت الى طرابلس، الان ما اصبح صار خلط وتلبيس على الناس، مطالبهم كان واضح، الناس كانت تطلب جيش وشرطه، واللي يبي جيش وشرطه ما كانش فيه اختلاف، ومن لكن جيش الشرطة نبي تعطيني الهيكلية كيف؟ هل تبي جيش الشرطة التي كانت تستبيح في الناس؟ فنقول لك لا، راهم في اختلاف بينهم بأن دخلوا وقتلوا، نعم، ما إنك تريد كانت لهم هم اللي تقدموا بالثورة قدامنا، وهم اللي ضحوا وهم اللي دربوا، فنحن ونرفع لهم نعم يا سيد دربي. نعم، الصوت للأسف الصوت لم يكن واضحا في آخر الجمل، يعني الحديث معك أراه مهم جدا يا سيد دربي، وأريد أن أسترسل معك أكثر، إن كنت لازلت معي سوف أسألك أسئلة. طيب سيد دربي، اليوم نحن أمام حقيقة ماثلة، يعني ونحن نشاهد هذه المظاهرة التي خرجت بهذه الكثافة في مدينة درنة، بات علي أن أسألك هذا السؤال، سالم دربي السجين السابق في بوسليم الذي قاتل في جبهات فبراير، هل اليوم كان واحدا من المتظاهرين أم متفرجا أم ماذا؟ أولا لم يسجن في بوسليم، كان مطاردا 11 سنة في الجبال، كان أخي المهدي في بوسليم وقتل في بوسليم. أما سالم دربي فمع من أول البداية، وما الآن سالم دربي أول ما طلع وحرض الناس، طيب سالم دربي أول ما نهض قال ان يوجد في طرابلس كتائب ليست شرعيه، كتائب تبع اللواء 31، تبع اللواء مقريف، وتبع اللواء هم ما شرعي، هم اللي احنا عندنا معهم مشاكل، هم اللي عارفين ان حيغرقوا ليبيا بدم. نحن مع جيش وشرطه صافي نقي ولا على الوطن، ونحن من نحمي وندافع عنه. لكن لم تجبني بعد على سؤالي، انا اسالك بشكل سالم دربي نعم كان مع المظاهرات ومع المظاهرات ومؤيد المظاهرات، وانا يوجد لدي محلين، انا مسكر المحلات احتصاما مع الشعب ومع المدينه. طيب يعني لماذا لم نرى مظاهرات تخرج من قبل في درنا ان كان هذا حالها يا سيد دربي؟ لماذا خرجتم
متأخرين، لماذا تأخرتم كل هذا الحد؟ ما الذي لا، أخركم؟ هي درنا لم تتأخر، درنا ديما سباقة، ولكن درنا كانت ديما لا تريد أن تفارق الحكومة، درنا تريد أن الدولة تبتني وترقى إلى البناء، ولا نكون اسمة من بعض المدن التي تغلق وتسكر وتطالب بأشياء حتى تحقق مصالح الحكومة. نحن كنا ديما نريد أن تبدأ وتنهض الدولة، ولكن لاحظنا أن الدولة لا تستطيع أن تحرك إلا إذا أحدثت شيئا مهما في البلاد، وأغلقت الطرق واحتصمت وسكرت المحطات وسكرت النفط وسكرت الطرق، مش تستفيد لك الدولة. اليوم خرجوا الناس على بكرة أبيهم مثل ما خرجوا في أول يوم في 17 فبراير يوم الجمعة، خرجت الناس وقالت كلمتها. فأتمنى أن الحكومة تسمع ما تريد الناس وتسمع ما تريد المجلس المحلي عندما خرج الآن وظهر بوقاية واضحة، تطالب الحكومة الآن أو المجلس الوطني أن يطلع ويرينا ما هيكلية الدولة التي تريد أن تقوم. هل هي إسلامية واضحة حتى الشعب البرناوي يقوم بالكاسة أو القاسم من أجلها، أم هي ماشية إلى الصفر أو ماشية إلى العلمانية؟ ثانيا، طالبت أن الدولة تأخذ قرار واضح وتفعل المحاكم الشرعية. ثالثا، طالبت الدولة أن تحاكم المجرمين الذين أهدوا في الأرض فساد من الشرطة ومن الجيش، ولا تمثلوا مناصب حتى الشعب يلتف ويبقى يد واحدة، أو حتى نغمق الأيدي على الناس التي تشوه وتهدف الأرض فساد من هم إسلاميين. نعم. طيب، الحقيقة الموضوع يطول، لم يعد لدي وقت إضافي سيد دربي، لربما يعني أتمنى أن تكون معي ضيفا في تغطية أخرى ما دام التغطية متواصلة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار لرصد كل ما يجري في الوطن، كم أتمنى أن يكون لدينا ضيوف من تنظيم أنصار الشريعة سواء في درنا أو في بنغازي، حبذا لو نسمع منهم أن يعني نفكر في آرائهم وأن نعرضها على آخرين ويردوا عليهم حتى ننهي هذا السجال الذي يحصل للأسف على الأرض بالأسلحة وليس بالألسن. عموما أشكرك جزيلا سالم دربي، آمر كتيبة شهداء بوسليم سابقا. الشكر موصول لضيفي من بنغازي سميح الأطرش المحامي، ومنصور الحصادي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنا، وعذرا لأي ضيوف آخرين كنا قد اتصلنا بهم ولم يتسنى لنا الوقت لأخذهم معنا على الهواء. دائما تذكروا التغطية على ليبيا الأحرار متواصلة ما دام الحراك متواصلا. في أمان الله.